فالسيد المسيح تصرف كإله وقال ألفاظا يفهم منها أنه إله. يعني لما يجي يقول له بطرس مثلا في متى 16 بعد اعترافه يقول له أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، مين اللي يجرؤ يقول له أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات؟ المفاتيح دي في إيد ربنا، مين اللي يقدر يتصرف فيها؟ مين اللي يقدر يدي مفاتيح ملكوت السماوات لحد؟ لما يقول لتلاميذه في متى 18 ما ربطتموه على الارض يكون مربوطا في السماء وما حللتموه يكون محلل. الله، مين اللي عنده السلطان يحل ويربط في السماء ويعطي غيره ان يحل ويربط في السماء؟ مين؟ ولازم تتقال بصراحه. في واحد يقعد معاك يقول لك انا بحب، وفي واحد يتكسف يقول لك انا بحب، في واحد يقعد معاك يقول لك انا بحب، وفي واحد يتكسف يقول لك انا بحب، في واحد يقعد معاك يقول لك انا بحب، وفي واحد يتكسف يقول لك انا بحب، ولكن بين الحين والاخر يجيب لك هديه يطبطب عليك ينقذك في موقف يعمل لك تبان. هو ضروري يعني العباره كده؟ وفي ناس ما يقدروش يقولوه. تمام. في واحد العكس، يعني تكون موجود معاه وهو مش فاضي ما يقدرش يقول لك امشي، لكن يكون قاعد ساكت كده تتكلم ما بيردش، كل شويه الثاني يعمل كده، فمش ضروري يقول لك امشي من هنا، مش ضروري يقول لك امشي، لكن يعني ما معناه. واللي عنده عقل يفهم.